أهلا بكم إلى الساعة الثالثة من العالم الليلة. هذه العناوين. Press and abuse its own people who are simply seeking to live in freedom. واشنطن تفرض عقوبات على شقيق حميتي والبرهان يصدر مرسوما بحل الدعم السريع. The plan would be to try to resolve as many of these issues as we can this week. بغياب ترامب وجميع المتهمين محكمة أتلانتا تبدأ أولى جلسات قضية جورجيا. So it is very much on the table. بين مؤيد لعمل عسكري ومعارض له أزمة النيجر تقسم قرار إكواس. The era of global warming has ended. The era. الأمم المتحدة تحذر عصر الاحتباس الحراري ولا وعصر الانهيار المناخي بدأ. أهلا بكم. أعلن قائد الجيش العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان عن إصداره مرسوما يقضي بحل قوات الدعم السريع. وجه البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ، مستندا على تداعيات ما وصفه بتمرد قوات الدعم السريع على الدولة، فضلا عن التخريب المعتمد للبنى التحتية بالسودان. أحد قادة الحرف السودان في مرمى العقوبات الأمريكية، واشنطن استهدفت في عقوبات هذه المرة نائب قائد قوات الدعم السريع شقيق حميتي عبد الرحيم دقلو. قالت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات تتعلق بانتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والقتل على أساس عرقي. أشارت إلى أن الإجراء المتخذ يشمل مصادرة أملاك دقلو المنقولة وغير المنقولة أيضا وتحذير أي جهة من التعامل معه. أصبح عبد الرحيم دقلو أول مسؤول كبير في قوات الدعم السريع يتم فرض عقوبات ضده منذ بداية الحرب. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات في دارفور من بينها القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي المرتبط بالنساء. لفت بلينكن إلى أن قائد قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة مسؤول عن مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه، ودعا بلينكن جميع الجهات الخارجية إلى تجنب تأجيج الصراع مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لإعاقة قدرة قوات الدعم السريع والجيش على إطالة أمد الحرب. ومعنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير أهلا بك، تفاصيل أوفى أولا حول العقوبات الأمريكية التي استهدفت الرجل الثاني في الدعم السريع. العقوبات تعني أن هذين الرجلين لن يتمكنا من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، كل الأصول التابعة لهم يجب وضع اليد عليها، ولن يتمكنوا من السفر بسهولة خارج أراضي السودان، ولن يتمكنوا أيضا من التعامل التجاري مع أي شخص يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية أو هو شركة أمريكية. هذه هي العقوبات، ولكن الأهم في سرد هذه الوقائع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها قد وثقت هذه الأفعال وتعتبر أنها ترقى إلى مستوى الجريمة، لذلك من بعدما تحققت من ذلك هي تفرض هذه العقوبات. طب بيير، هل يمكن اعتبار أن الموقف الأمريكي اختلف بعد هذه العقوبات المعلنة لصالح طرف في هذه الحرب أم ليس بالضرورة؟ لا أعتقد ذلك، خصوصا أن بيان وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستعمل كل ما في جعبتها ضد الأشخاص الذين يقومون بهكذا أعمال، ووجه بيان وزير الخارجية بشكل أو بآخر نوعا من التهديد للرد السريع والقوات المسلحة السودانية بعدم ارتكاب أي من هذه الأفعال. بالإضافة إلى ذلك ركز بيان وزير الخارجية أنتوني بلينكن على القول على أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو العودة إلى السلطة المدنية والعيش بسلام. شكرا جزيلا لك، حدثنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. شكرا بيير. عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميتي، برز اسمه بعد تعيينه نائبا لقائد قوات الدعم السريع. يلعب عبد الرحيم دقلو دورا بارزا في إدارة العمليات العسكرية
دوره لا يقتصر على النشاط العسكري، وله أنشطة اقتصادية خاصة في مجال التعدين. يسيطر الشقيقان على العديد من مناجم الذهب في السودان حسب منظمة Global Witness. الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات لقيادته الدعم السريع في ارتكاب انتهاكات تشمل القتل والعنف الجنسي بحق المدنيين أثناء النزاع في السودان. وينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي الطيب الزين. سيد طيب، بلينكن قال إن واشنطن قررت معاقبة نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحمن دقلو لتورطه في انتهاكات ضد حقوق الإنسان. إلى أي مدى من شأن هكذا عقوبات أمريكية أن تقوض قدرة قوات الدعم السريع؟ بداية لك التحية أيضا، وتحية عبرك لمشاهدي قناة العربية. فيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة أو وزارة الخزانة الأمريكية وفرضها عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع، أعتقد أن هذا القرار لا يغير من الأحداث ولن يغير موازين الأمور في الأرض، باعتبار أن قوات الدعم السريع قد ألحقت الهزيمة بفلول النظام السابق وبميليشيات الحركة الإسلامية وبالإخوان المسلمين، ولذلك هذا القرار لن يحقق تطلعات الميليشيات الإسلامية في السودان، بل بالعكس الشعب السوداني سينتصر لإرادته ولحريته، ونحن ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي تدعي الديمقراطية. طب لكن كيف ألحقت الهزيمة؟ يعني المعركة لم تحسم بعد، المعركة لم تنتهي في السودان. المعركة انتهت الآن، بمعنى أنه أنا لا أقول أن يعني كل شيء انتهى، ولكن 70% أو 80% المسألة انتهت، لأن الشعب السوداني الآن هناك تحول شامل شعبي، كل المهمشين، كل المظلومين، كل ضحايا دولة الظلم التي استمرت منذ الاستغلال وحتى الآن، كلهم الآن أصبحوا في جبهة واحدة، جبهة الخلاص من النظام القديم بكل أشكاله ومؤسساته، بما فيها هذه المؤسسة التي ارتكبت الجرائم ضد الشعب السوداني، فصلت الجنوب وارتكبت الجرائم في حقوق الإنسان في دارفور، وعلى رأسهم الطاغي عمر البشير وزمرته الفاسدة. طب لكن هناك اتفاق من النظام الدولي سيد الزين، وكذلك من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أن قوات الدعم السريع هي من ارتكبت الانتهاكات بشأن حقوق الإنسان داخل السودان تحديدا في دارفور. الجرائم الآن، لو بهذا الفهم، الجرائم الآن ترتكب في الخرطوم بالطائرات وبالأنتونوف والسيخوي وتقتل المدنيين. أليس هؤلاء مدنيين؟ أليس هؤلاء يستحقون حماية؟ ألا يستحق البرهان أن يجلب إلى محكمة الجنايات الدولية ويمنع من المشاركة في الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؟ هذا هو المفترض الموقف الذي يجب أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية حتى تؤكد للعالم بأنها حريصة على نشر السلام والاستقرار والديمقراطية والسلام في العالم، بدلا من أن تقف إلى جانب طرف. وتعلم تماما الولايات المتحدة لأنها كانت جزء من الرباعية التي شاركت فيها هي والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات، كل هذه الدول بذلت مساعي ونحن نغدرها في الشعب السوداني في أن توصلنا إلى الاتفاق الإطاري الذي وضع الأسس لتحول مدني ديمقراطي شامل في السودان، والآن الولايات المتحدة تنكس بوعدها وتقف إلى جانب هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين ومع ميليشيات طب هي عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب الصحفي الطيب الزين، حدثنا من هناك، شكرا لك. تبدأ في أتلانتا اليوم جلسات المحكمة العليا في قضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا. ملفات قضائية أظهرت أن كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وبقية المتهمين في القضية دفعوا بالبراءة من التهم الموجهة ضدهم. في التفاصيل وبحسب شبكة CNN، فإن المتهمين 19 دفعوا بالبراءة دون المثول أمام المحكمة. جدير بالذكر أن قانون جورجيا يسمح للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا أو التقدم رسميا بالإقرار بالبراءة من خلال الأوراق المقدمة إلى المحكمة. محكمة أخرى ترتبط بترامب دون اتهام مباشر له، لكن ربما تؤثر على مصيره الانتخابي. محاكمة اقتحام الكابيتول يرصد تفاصيلها الزميل محمد عثمان. إليك محمد. شكرا سهام.
رغم غيابه عن ساحة الجريمة حين وقوعها إلا أنه وصف بالعقل المدبر. محكمة أمريكية قررت سجن إنريكي تاريو الزعيم السابق لمجموعة براود بويز اليمينية لـ 22 عاما لإدانته في أحداث الهجوم على الكابيتال. الحكم الذي أصدره القاضي بحق تاريو يعد الأقسى حتى اللحظة بحق المتهمين بالمشاركة في الاقتحام. ورغم أن تاريو لم يكن موجودا في واشنطن يوم الأحداث، لكن اتهامه جاء بدعوى توجيهه أعضاء مجموعته بالاعتداء على مبنى الكابيتال وقيادة ما وصفت بالمؤامرة. نحترم حكم القاضي ونختلف معه بكل احترام، ننتظر الاستئناف ونتوقع أن يأتي قريبا، وسنقدم استئنافا في الوقت المناسب. ما رأى القاضي أنه مناسب بني على الماضي. لن أعلق على كيفية تحديد القاضي لعقوبته، نحن فقط بكل احترام لا نعتقد أنه كان مناسبا. إنريكي تاريو أو كبش الفداء في قضية ترامب كما تصفه عائلته، تولى منصب الرئيس الوطني لمجموعة براود بويز اليمينية عام 2018. عمل مخبرا سريا لوكالات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، وأظهرت وثائق من محكمة في ميامي بدء تعاونه مع السلطات بعد اعتقاله عام 2012. الاعتقال كان على خلفية تهم احتيال في قضايا تتعلق بالمخدرات وتهريب البشر، لكن تاريو تنصل منها زاعما أنه لا يتذكر شيئا. محاكمة رأس المجموعة اليمينية سبقها الحكم على اثنين من قادتها الشهر الماضي، جوزيف بيغز وزاكاري ريل، حكما بالسجن 17 عاما و15 عاما تباعا بعد إدانتهما بالتآمر لاقتحام مبنى الكونغرس. الحكم اعتبر مخففا لجهة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل بكثير من مطالب الادعاء بسجنهما نحو 30 عاما وأكثر. حجة القاضي في تخفيف الأحكام أرجعها إلى عدم سقوط عدد كبير من الضحايا في الهجوم، نافيا التقليل من شأن الواقعة. وقبل هذه الأحكام أدرجت حركة براود بويز أسوة باثنتي عشرة جمعية أخرى على قائمة المنظمة الإرهابية في كندا في فبراير 2021. السلطات الكندية أكدت أن الحركة تشكل تهديدا جديا وآنيا للأمن على أراضيها، لافتة إلى وجود أدلة متزايدة على تورط هذه الجماعة في الترويج للعنف والحض على الكراهية، ليأتي رد الأخير على القرار الكندي بنشر إحدى شعاراتها على تطبيق تيليجرام والقائل بإرهاب رجل واحد هو للقتال عن حرية رجل آخر. هذا كل شيء، الآن عودة إليك سهام. شكرا لك محمد، ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد اشتباكات لأيام ووساطات فاشلة قست تعلن السيطرة على بلدة ذبيان، ولدينا أيضا يونسكو تدرج مواقع أثرية أوكرانية على قائمة المواقع المعرضة للخطر. أهلا بكم من جديد. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول المجموعة، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. لأسابيع والحديث يدور حول إمكانية حدوث تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم. في هذه الأزمة انقسمت دول مجموعة إكواس بين مؤيد للتدخل ورافض له. نلقي نظرة على موازين القوى بين الجانبين. نبدأ مع الدول الرافضة، وبطبيعة الحال النيجر في المقدمة، تساندها في هذا دولتان شهدتا انقلابين خلال العامين الماضيين هما مالي وبوركينا فاسو. على الجانب الرقمي بحسب موقع جلوبال فاير باور، جيش مالي هو الثالث من حيث القوة بين جيوش إكواس، بينما جيش النيجر وبوركينا فاسو في المرتبتين الرابعة والخامسة تواليا.
في الجانب الرافض لهذا التدخل تمتلك هذه الدول مجتمعة 75 طائرة حربية، إضافة لأكثر من 3100 مدرعة و50 دبابة و50 راجمة صواريخ و27 مدفعا مقطورا. إذن لدينا هنا ثلاث دول تحديدا. على الجانب الآخر تقف خمس دول بصف التدخل العسكري، ويبدو على الورق أن ميزان القوة يميل لهم. الدول هي نيجيريا وغانا والسنغال وسيراليون وبنين. جيشان نيجيريا وغانا في المرتبتين الأولى والثانية بين جيوش إكواس، بينما في المراتب من السادسة إلى الثامنة جيوش كل من السنغال وسيراليون وبنين. لهذه الجيوش معا ما يقرب من 200 طائرة حربية و179 دبابة. هذا ربما العدد الأبرز هو للمدرعات، هنا التي تتجاوز 18,000 مدرعة و58 راجمة صواريخ، إضافة إلى 365 مدفعية مقطورة. كثيرة هي التساؤلات حول كيف يعيش السفير الفرنسي وطاقمه المحصرين في مبنى السفارة بالنيجر، كون حكام البلاد الجدد سحبوا منه كل الامتيازات التي كان يتمتع بها. في هذه النقطة السيادية الفرنسية بالنيجر يقبع سيلفان إيتي سفير فرنسا بعد أن سحبت منه الحصانة الدبلوماسية وحرمه المجلس العسكري من كل الامتيازات التي كان يتمتع بها. حصار من كل الاتجاهات، وأي خروج من هذا الباب سيضعه رهن الاعتقال بسبب عدم الامتثال لمطلب السلطة الجديدة وسط مخاطر جدية على سلامته بعد تعرض بوابات السفارة لاعتداءات بالحجارة. قوات الأمن في النيجر تطبق حظرا قاسيا على السفير الفرنسي وزوجته، والذي وصل لدرجة منع سفيري الاتحاد الأوروبي والإسباني من زيارته. المعلومات الشحيحة تشير إلى أن السفير يبيت في مكتبه الذي تحول إلى مكان للعمل والنوم في بعض الأحيان. وكإجراء احترازي تمت تغطية السفارة بالأسلاك الشائكة وحفر خندق في إحدى زوايا مبنى السفارة محاطا بأكياس الرمل. القوات المنتشرة في محيط السفارة منذ أسابيع منعت نهائيا دخول السيارات إلى المبنى بعدما كانت تفرض تفتيشا دقيقا. لكن رغم التهديدات، العلم الفرنسي لا يزال يرفرف إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي. على كل معنى من يامي الخليل والجدود موفد العربية. الخليل أهلا بك، هل لا يزال التشديد الأمني قائما حول السفارة الفرنسية، وإلى أين وصلت المحادثات بين الجيش الفرنسي والمجلس العسكري وما طبيعتها حتى الآن؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الخليل والجدود، شكرا جزيلا لك. على عكس مصير رئيس النيجر، رئيس الجابون سينعم بالحرية. الرئيس الانتقالي في الجابون قال إن الرئيس المخلوع علي بونغو لديه حرية السفر للخارج. الموقف الفرنسي من الملفين مختلف تماما في التعاطي مع انقلاب الجابون والانقلاب بالنيجر. مع الجابون كان التعامل هادئا رغم إدانته، لا بل لم يصدح صوتها بلهجة غاضبة، ولم تحشد الأصوات الدولية والإقليمية للوقوف ضد هذا الانقلاب، كما أنها لم تلوح بالتدخل العسكري كما كان التعامل مع النيجر. ليس هذا فحسب، فباريس لم تطالب بعودة رئيس الجابون علي بونغو، بينما أكدت وما تزال على عودة رئيس النيجر محمد بازوم، الذي قال ماكرون إنه يتحدث معه يوميا. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن سيطرتها على بلدة ذبيان الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد عمليات تمشيط قامت بها في هذه البلدة. قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن البلدة أصبحت خالية من المسلحين الذين فروا إلى مناطق سيطرة النظام السوري، حيث أتوا منها سابقا بحسب ما ذكر هذا البيان. وتعليقا على ما يجري في شمال شرق سوريا، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لوسائل إعلام روسية أكد دعم دمشق للقبائل بدير الزور في معركتها التي تخوضها ضد القوات الموالية للجيش الأمريكي، في إشارة طبعا إلى قوات سوريا الديمقراطية. أضاف المقداد قائلا إن الوجود الأمريكي سينتهي بفضل ما يبذله أهالي دير الزور والحسكة جنبا إلى جنب مع الجيش السوري والحلفاء، وفق وصف وزير الخارجية السوري.
على كل المزيد حول تطورات في دير الزور مع الزميل أسامة سرايا. إذن وبعد أسبوع من الاشتباكات الدامية في دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين من بعض العشائر في المنطقة، تتجه الأمور نحو حالة من الهدوء الحذر نوعا ما. هذا طبعا بالتزامن مع آخر المستجدات الميدانية التي تمثلت في سيطرة قسد على بلدة ذيبان. على وقع تلك الأحداث، قوات سوريا الديمقراطية أعلنت انتهاء عملياتها العسكرية في ذيبان والبدء بعمليات تفتيش المنازل بحثا عن مسلحين وتفكيك العبوات الناسفة. نتحدث عن 125 قرية في دير الزور هي خاضعة بشكل كامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولكن المشاكل والتوترات التي حدثت هي في 4 قرى فقط تسلل لها مسلحو النظام السوري. طبعا نحن لا نتحدث عن مواقف، لا نتحدث عن تحليل، نتحدث عن معلومات ووثائق مصورة نشرتها طبعا شاشة الحدث نفسها. نعم. لكن السؤال، ما هي أهمية تلك البلدة في إطار الاشتباكات الأخيرة؟ ذيبان كانت آخر معاقل المسلحين التابعين لعشائر عربية، وبالسيطرة عليها تقريبا تنتهي العمليات العسكرية الكبرى، بالإضافة إلى أنها مقر للشيخ إبراهيم الهفل أحد شيوخ العقيدات والذي دعا إلى محاربة قسد، ويبقى مصيره مجهولا حتى الآن. النزاع، وبالرغم من أنه لم يدم طويلا، لكنه كان كفيلا بإراقة الكثير من الدماء، حيث وصلت اشتباكات دير الزور أو العدد الكلي للقتلى فيها منذ بداية هذا الصراع إلى 90 قتيل، من بينهم 9 مدنيين، وكذلك 57 مسلحا محليا، هذا بالإضافة إلى 24 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية. وبالتزامن مع التطورات العسكرية، كشفت مصادر دخول رتل للتحالف الدولي إلى بلدة ذيبان متوجها إلى منزل شيخ عشيرة العقيدات إبراهيم الهفل، وسط أنباء عن بدئه مفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر. على كل من الشدادة جنوب الحسكة ينضم إلينا فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أهلا بك. وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أكد إذن دعم دمشق للقبائل بدير الزور في معركتها التي تخوضها ضد القوات الموالية للجيش الأمريكي، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية. أولا، إلى أين وصلت المعارك التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية في ريف دمشق؟ نعم، مساء الخير. طبعا تقريركم السابق هو تقرير دقيق من ناحية المعلومات، يعني بالفعل قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إعادة الاستقرار إلى بلدة ذيبان وطرد مسلحي النظام السوري منها. طبعا هؤلاء المسلحون هربوا إلى الضفة الأخرى. أما فيما يخص طبعا تصريح وزير الخارجية في النظام السوري، هو تصريح أيضا يثبت ما كنا نقوله منذ الأيام الأولى لهذه المشاكل، بأن النظام السوري هو يقف بشكل مباشر وراء هذه الفتن التي حاول إحداثها في المنطقة. بالمجمل، النظام السوري هو الذي ترك هذه المنطقة فريسة سهلة لتنظيم داعش الإرهابي الذي قتل نحو 10,000 شخص من دير الزور فقط. قوات سوريا الديمقراطية هي التي قدمت 1,300 شهيد في سبيل استعادة السيطرة على هذه المنطقة وطرد. طب هذا يقودنا للتساؤل، هل كل العشائر العربية في دير الزور تقاتل ضد قوات سوريا الديمقراطية؟ ابدا، يعني دير الزور ورد في تقريركم طبعا 125 قرية تقريبا، 4 قرى فقط حدثت فيها بعض التوترات نتيجة دخول المسلحين من الطرف الآخر من نهر الفرات. هؤلاء المسلحون طبعا هم مدعومون وتابعون بشكل مباشر للنظام السوري. العشائر العربية الكبرى، عشائر العقيدات بما فيهم طبعا، هي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية. وعندما جلسنا مع التحالف الدولي كانت العشائر العربية هي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية أساسا. حتى التحالف الدولي والعشائر العربية لديهم رأي ثابت ومؤكد بأن وجود قوات سوريا الديمقراطية هي التي أساسا تحمي السلم الأهلي في تلك المنطقة، باعتبار أن النظام خلال الفترة الماضية وكذلك داعش حاول العبث بالنسيج الاجتماعي في تلك المنطقة وإحداث الفتن بين العشائر نفسها. طب هل هناك أي دور للميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة هناك؟ حقيقة نحن نتحقق من هذه المعلومات. بالمجمل، المناطق التي تتوغل منها هؤلاء العناصر المرتزقة طبعا عناصر النظام هي خاضعة بشكل مباشر للنظام وكذلك للمجموعات الإيرانية.
من الحسكة حدثنا فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، شكرا جزيلا لك. تسجيلات جديدة سجلتها ليدي ديانا تكشف جانبا مظلما من علاقتها بالأمير تشارلز آنذاك. تفاصيل هذه التسجيلات نتابعها في سياق نشرتنا، أما الآن فنذهب إلى كاتدرائية القديسة صوفيا ومباني في كييف مع الوسط التاريخي لمدينة لفيف التي من المتوقع أن تنضم إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منتصف شهر سبتمبر الجاري بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بحسب ما أعلنت المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تحاول اليونسكو مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بطريقتها الخاصة، فهناك مواقع تاريخية وتراثية عدة مهددة بالزوال بعد تضررها جراء النزاع الذي بدأ في فبراير 2022 وعرض 270 موقعاً ثقافياً أوكرانياً لأضرار كبيرة. إدراج كاتدرائية القديسة صوفيا ومبان دينية في كييف مع الوسط التاريخي لمدينة لفيف في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر هو خطوة متوقعة من اليونسكو، قد تتخذ بعد اجتماعات لجنة التراث العالمي بين 10 وحتى 25 من سبتمبر الجاري. هناك أكثر من 30 موقعاً تاريخياً تم تدميره، وهذا أمر مروع، ولا أحد يعلم إن كانت كل تلك المباني التاريخية والمواقع الثقافية قابلة لإعادة الترميم أو الإصلاح، ولا نعرف ما سيحدث في المستقبل. وبحسب اليونسكو تعد كاتدرائية القديسة صوفيا الواقعة في كييف والمدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 1990 أحد المعالم التي تمثل الهندسة المعمارية والفن الضخم مطلع القرن 11 في أوكرانيا، فيما أدرج الوسط التاريخي لمدينة لفيف المشيد في العصور الوسطى عام 1996. الضربات الروسية العنيفة صنفت على أنها انتهاك للاتفاقية التي وقعت عليها روسيا بحسب الوكالة الأممية، وذلك بعد قصفها لمبان تاريخية تقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي. رند الشيخ، العربية. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحرب تعيد سكان دارفور إلى الرسائل الورقية، ولدينا أيضا حرب الموبايلات تشتعل بين الصين وأمريكا عنوانها هواوي وأبل. أهلا بكم من جديد. الأخبار التي تهم الأميرة ديانا ما زالت تتصدر اهتمامات الناس رغم مرور 26 عاما على وفاتها. تسجيلات جديدة للأميرة المثيرة للجدل كشفت تفاصيل صادمة عن علاقتها بالملك تشارلز وشعوره بخيبة الأمل بعد ولادة نجلهما الأمير هاري. سنوات طويلة مرت على رحيلها، لكن شمعة حكايتها بقيت متقدة، صورتها ظلت معلقة في الأذهان، تفاصيل تخرج باستمرار إلى العلن حول زواجها وإقامتها وسط العائلة المالكة في بريطانيا. ديانا بقية قصتها فيلم وثائقي جديد يتم إنتاجه اعتمادا على التسجيلات الصوتية للأميرة المثيرة للجدل. الأشرطة تم تسجيلها سرا وتسليمها للمؤلف أندرو مورتون صاحب كتاب ديانا قصتها الحقيقية. التسجيلات تضم تفاصيل مثيرة. الملك تشارلز شعر بخيبة أمل عند ولادة نجلهما هاري لأنه كان يريد أن ينجب فتاة وفق الأميرة ديانا. قالت أيضا إن علاقة تشارلز بزوجة أبيها توترت بشدة لدرجة أنه لم يكن يتحدث معها تماما. في حفل تعميد هاري ذهب تشارلز إلى والدته وقال: أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل كبيرة واعتقدنا أنها ستكون فتاة. اقتربت منه أمي وقالت: يجب أن تدرك كم أنت محظوظ لأن لديك طفلاً طبيعياً. منذ ذلك اليوم قطع تشارلز علاقته بزوجة أبي، وهذا ما يفعله عندما يجد شخصاً ما يرد عليه. ديانا تحدثت أيضاً عن طبيعة علاقتها بتشارلز وزواجها به وعلاقتها المضطربة مع زوجة أبيها.
لقد كان كبيرا جدا. وهنا كانت ديانا معلمة في روضة أطفال، أعني أن الأمر برمته كان سخيفا. حكاية الأميرة ديانا مثيرة للاهتمام، وإن مر على وفاتها 26 عاما، في انتظار الفيلم الجديد وانكشاف أسرار أخرى عن شخصية امرأة لم تكن مجرد أميرة. بلال البجديني، العربية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته إلى كييف تقديم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على مليار دولار، من بينها 175 مليون دولار كمساعدات عسكرية، بينما سيتم تخصيص مبلغ آخر لنزع الألغام. شدد بلينكين على أن الولايات المتحدة ستظل تدافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا أصولاً روسية تمت مصادرتها لأول مرة. أعلنت الرئاسة الأوكرانية مقتل 16 شخصاً وإصابة 20 آخرين في قصف روسي استهدف بلدة كوستانتين فيكا شرقي البلاد. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إن القصف استهدف سوقاً وصيدلية، مشيراً إلى أن أطفالاً من بين الضحايا. أدان زيلنسكي الهجوم الروسي مشدداً على ضرورة هزيمة بوتين في أسرع وقت ممكن بحسب تعبيره. بدوره أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الهجوم الروسي مؤكدا بأنه جاء كرد على تقدم القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. نحن نفهم ما يقومون بفعله، لقد فعلوا الشيء نفسه في الماضي. كلما تم تحقيق تقدم هجومي من قبل قوات الدفاع الأوكرانية يستهدف الروس المدنيين والبنية التحتية بالصواريخ والمدفعية. فيما يتعلق بالعمل الإرهابي الذي استهدف إحدى المدن في شرق البلاد، لقد كانت ضربة متعمدة ضد المدنيين. ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل من كييف مراسل عربية حذيفة عادل. حذيفة، أهلا بك. أين تركز الهجوم الروسي؟ هل استهدف مناطق أوسع؟ وماذا عن حصيلة الضحايا؟ نعم سهام، في الحقيقة ارتفع حصيلة الضحايا في الهجوم الذي استهدف كستانتينفكا من 16 شخصا إلى 17 قتيلا، وارتفع عدد الجرحى أيضا من 31 جريحا إلى 37 جريحا. الاستهداف في كستانتينفكا كان في السوق، وطبعا هنالك عدد كبير من المحال التجارية التي تضررت، وبالإضافة إلى مبنى سكني مجاور، وأيضا بعض يعني مبنى إداري كما سمته حكومة المنطقة. هذا بخصوص كستانتينفكا، ولكن الهجوم طال عدد من المناطق في الجنوب من بينها زاباروجيا، دنيبروبيتروفسك، وكذلك مدينة أوديسا. اللافت في أوديسا أنه تم استهداف البنية التحتية للمواني، بالإضافة إلى تم استهداف ميناء إسماعيلوف، وميناء إسماعيل هو الميناء النهري على نهر الدانوب الذي تستخدمه أوكرانيا كخط بديل لنقل الحبوب إلى داخل الاتحاد الأوروبي، إلى مواني الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك طبعا شحن هذه الحبوب إلى أنحاء العالم. كذلك كييف تعرض طبعا في الصباح الباكر لضربة صاروخية وأيضا استهداف بالمسيرات، ولكن استطاعت الدفاعات الجوية أن تسقط جميع الأهداف التي استهدفت العاصمة كييف. ولكن أيضا هنالك عدد كبير من القرى التي تم استهدافها، تم ضربها تقريبا حوالي 31 ضربة براجمات الصواريخ، استهدفت عدد من القرى في اتجاه بخموت وفي اتجاه كوبس. خاصة في كوبس هنالك عدد كبير من القرى المحيطة بهذه المدينة التي تم استهدافها اليوم ويتم استهدافها بشكل يومي، بالإضافة لتافرسكا وزابروجسكا نابرفلينيا، هذه المناطق أيضا تم استهدافها براجمات الصواريخ، ونفذ الروس 57 غارة جوية. طب حذيفة، ماذا عن زيارة بلينكين لكييف؟ الجوانب التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بشأن الدعم الأمريكي.
زيارة هامة في توقيت هام جدا، هذا طبعا فيما يخص الهجوم المضاد الأوكراني. وكما قال بلينكين نفسه في تصريحه هنا في العاصمة الأوكرانية كييف أن كييف تحقق نجاحا جيدا في هجومها المضاد، وقال أيضا أن الدعم الأمريكي سوف يتواصل لأوكرانيا ليس فقط في هذه الحرب وإنما على المدى البعيد حتى يضمن أن لا يحدث مثل هذا العدوان. هذا من جانب. طبعا بالنسبة لكييف هي الآن يعني تضمن أن هنالك استمرار للدعم، ولكن أيضا تم الحديث عن الدعم العسكري المطلوب للقوات المسلحة الأوكرانية الآن في هجومها المضاد، هذا بالإضافة إلى حماية المنشآت البنية التحتية للطاقة ومنشآت البنية التحتية للمواني وكذلك البنية التحتية الزراعية. هذا ما يهم الآن كييف خاصة في الجنوب لأن هنالك نقص في الدفاعات الجوية. هذا من جانب. أيضا كان هنالك حديث حول تطوير الشراكة بين رجال الأعمال الأمريكيين والأوكرانيين، وهذا في إطار الدعم الاقتصادي لأوكرانيا، بالإضافة إلى طبعا تم الإعلان عن دعم مادي لأوكرانيا يفوق المليار دولار. هذا من جانب سيكون دعم عسكري، وكذلك هنالك دعم مباشر للخزينة الأوكرانية. شكرا جزيلا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك. تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالدفع إلى حرب عالمية ثالثة في وقت يتفق فيه الخصمان أن الأوضاع بالفعل تحولت إلى حرب عالمية وأن الأحداث ستتطور ولن تتوقف. العالم دخل بالفعل مرحلة الحرب العالمية الثالثة كما يرى سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، الذي حذر من أن الأحداث في العالم ستتطور ولن تتوقف. ورغم العداء بين دولتيهما، كان لديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تحذير مماثل. ميدفيديف المنتقد للغرب بقسوة يقول إنهم لم يتعلموا الدرس، درس قدمته روسيا بردها الصارم في جورجيا عام 2008. يقول ميدفيديف إنه لو فهم النيتو وواشنطن الإشارات لم يكن العالم ليضطر إلى مواجهة تهديد الحرب العالمية الثالثة. الخصمان يتبادلان الاتهامات في إشعال الحرب وسط جثث ومبان مهدمة وذكريات أصبحت تحت الركام. هي الحرب صواريخها تنطلق، روسيا تجرب صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، أطلقت عليه الشيطان 2، وكأن اسمه يصف كيف ستكون ضرباته. يقابله صاروخ آخر ينطلق بتجربة أمريكية، فلن يمر الشيطان 2 دون أن يقابله رد. مينتمان 3 عابر للقارات أيضاً بالتجربة، غير مزود برأس حربي. تقول واشنطن إنها ملتزمة بالاتفاقات الثنائية وإنها قدمت إشعاراً مسبقاً لموسكو. سباق التسلح هذا يتدحرج نحو مواجهة أكبر، يذكرنا بتحذيرات عراب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر من حرب بين أمريكا والصين. رفاه السعد، العربية. عملية انتظار الخطين الصغيرين التحول للون الأزرق مدتها ثوان معدودة أحياناً، لكنها تبدو طويلة للمرسل. فكيف بأهل دارفور الذين ينتظرون أسبوعاً وأحياناً أكثر لاستلام الرد على رسائلهم المكتوبة بخط اليد؟ توقف خدمة الهاتف والإنترنت بفعل المعارك والقصف المتواصل عاد سكان إقليم دارفور إلى عصر الرسائل الخطية. لكن خدمة التوصيل هذه المرة ليست عن طريق ساعي البريد كما في السابق، وإنما سائقو حافلات النقل المشترك. قطعت الاتصالات من ولاية شرق دارفور إلى جنوب دارفور، تجينا الرسائل أو تجينا الجوابات مكتوبة. الناس الأهالي بيجوا، يعني الناس عشان تطمئن على الأهالي اللي هناك، يجي يستلم الخطاب يشوفوا يقرأوا يرجع يكتب لنا ثاني جريد ثاني نشيله ندين الناس العربات رجعوه. مكتب السفر إذن أصبح مكتظاً مؤخراً، ليس لحجز رحلات لمدن سودانية مختلفة وإنما لتسليم ظرف أو الاستلام. قلم وورقة وأشواق دفينة يبعثها فارون من القتال في دارفور بمضاريف لعائلاتهم للاستفسار عن أحوالهم والاطمئنان عليهم. أحياناً تصل الرسالة للشخص المعني وأخرى لا، كما أن الجواب ليس مضموناً لأن الطرق المؤدية إلى نيالا مليئة بالعثرات. فمهمة السائق ليست بسهلة، رحلة
مرحلة صعبة تحت القصف، لا سيما في موسم الأمطار الذي غالبا ما يعطل حركة السير على طرقات عدة. وبحسب الفارين من يالا، الأخبار تصل متأخرة كثيرا، لكنها تبقى أفضل من عدم معرفة شيء. في غضون 5 أو 6 ثواني بلقى الناس بيتنا بالتلفون قبل انقطاع الشبكة، لكن الليلة أنت بتنتظر أسبوع عشان الرسالة تمشي، ما معروف هم يجيبوها متين أو ما معروف هي يلقوها أو لا، وحتى لو لقوا الرسالة وقروها البدمن ليش إنه هم يكتبوا الرسالة ويجيبوها ليراجع. قال أحد كبار جراحي التجميل في كاليفورنيا إن سر مظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليافع بالرغم من بلوغه السن 80 يكمن في عدد كبير من عمليات التجميل التي أجراها في وجهه وحقن البوتوكس وزراعة الشعر، مقدرا أن الرئيس قد أنفق على هذه العمليات نحو $100,000. هذا هو الرئيس الأمريكي جو بايدن أيام الشباب، وهكذا صار على أبواب 80 من عمره، فكيف حافظ على مظهره البراق؟ جاري موتيكي أحد كبار جراحي التجميل بكاليفورنيا يكشف السر. يقول خبير تجميل إن شعر الرئيس البراق هو نتاج عمليات زراعة قديمة. الجراح التجميلي توقع كذلك أن بايدن قد خضع لعملية تجميل للوجه، فخط حاجبه غير طبيعي، ما يشير إلى أن الرئيس خضع لعملية رفع الحاجب، كذلك لعملية رأب الجفن السفلي للقضاء على الأكياس تحت عينيه، بالإضافة إلى لمسات الحشوة والبوتوكس. ويقدر أن بايدن الثمانيني قد أنفق نحو $100,000 ليخفي معالم الشيخوخة عن وجهه. ربما استطاع بايدن إخفاء معالم الشيخوخة عن وجهه، لكن جسده ومفاصله فضحت الأمر في أكثر من مرة بعد أن تكررت حوادث تعثره وسقوطه على الأرض. منعت الصين الموظفين في القطاع الخاص من حمل أجهزة آيفون خلال ساعات العمل في المكاتب بحجة أسباب تتعلق بالأمن السبراني. يعد هذا التوجيه أحدث خطوة في حملة بكين لخفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. المزيد مع زميلة سامر مشتا. صدمة في أمريكا بعد أن تمكنت شركة هواوي الصينية من إطلاق هاتف جديد بتقنية 5G برغم القيود التي وضعتها واشنطن على الشركة لمنعها من الوصول للتكنولوجيا الخاصة بالرقائق الإلكترونية. وبهدوء وبعيدا عن الضجيج، أعلنت هواوي عن هاتفها Mate 60 Pro الذكي، والذي سجل اختراقا صينيا مفاجئا في عالم التكنولوجيا بشريحته التي لا يتجاوز مقاسها 7 نانومترات. هذه الشريحة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مع ذلك ما زالت شريحة هواوي متأخرة بجيلين عن أبل التي ستقدم قريبا شريحة 3 نانومتر. وقال المحللون في الشركة أن الولايات المتحدة تلقت صفعة على الوجه، حيث بات لدى الصين ما يعرف بالنظام الإيكولوجي الذي يمكنها من صناعة هذه الشرائح محليا من دون الحاجة للتكنولوجيا الغربية. ولم تكتفي الصين بذلك، بل وجهت ضربة أخرى للولايات المتحدة ردا على العقوبات التي فرضتها على هواوي وأس أم آي سي وتيك توك، ومنعت الموظفين في القطاع الخاص من حمل أجهزة آيفون خلال ساعات العمل في المكاتب بحجة أسباب تتعلق بالأمن السبراني، وذلك بحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال. ويعد هذا التوجيه أحدث خطوة في حملة بكين لخفض الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، وقد يكون لها تأثيرا سلبيا على العلامات التجارية الأجنبية في الصين، بما في ذلك شركة أبل التي تعتبر الصين واحدة من أكبر أسواقها، إذ تعتمد عليها في نحو 19% من إجمالي إيراداتها. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن الانهيار المناخي قد بدأ يأتي. هذا البيان تعليقا على إعلان مارساد كوبرنيكوس الذي رجح أن صيف 2023 قد يكون أكثر الأعوام حرا على الإطلاق. المرصد أشار إلى أن معدل الحرارة العالمية سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى له نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات.
غريق بعد حريق، والمشهد يتغير بسرعة غير مسبوقة. فيضانات تجتاح آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وحتى الشرق الأوسط. سبقتها حرائق لا تهدأ هنا وهناك، لا تبقي ولا تذر. قتلى ومشردون ومعاناة في أغلب دول العالم بسبب التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو والاحتباس الحراري. لقد انتهى عصر الاحتباس الحراري وحل عصر الغليان العالمي. في الصين خلف الإعصار هايكوي سيولاً جارفة أجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف من السكان. في الجزر اليونانية حلت الأمطار والسيول بديلاً عن ألسنة اللهب. وفي البرازيل انهيارات أرضية وطنية وقوارب الإنقاذ تبحث عن ناجين بعدما غرقت بلدات بأكملها. صورة تتكرر في أوروبا، وفي إسبانيا تحاول فرق الإنقاذ نجدة العالقين في المركبات، فيما سجلت تركيا سقوط ضحايا للفيضانات التي اكتسحت عدداً من مدنها. حرارة الصيف حطمت درجات قياسية عالمياً في نصف الكرة الشمالية، وخاصة شهر أغسطس الذي شهد درجات قاتلة. أحوال الطقس القاسية هي للأسف الواقع المر للتغير المناخي ولمحة مسبقة عن المستقبل. أنظار العالم تلتفت بقلق وترقب حذر صوب الشتاء المقبل، وعلماء المناخ مختلفون بشأن تداعيات تغير المناخ على المنطقة، إذ يرى بعضهم أن الشرق الأوسط يواجه تأثيراً مباشراً أكثر من الغرب. أتوقع أن يكون الشتاء القادم أكثر دفئاً، واحتمال كبير أن يكون جافاً وبمستويات أمطار قليلة، وقد يؤثر سلباً على الزراعات القائمة. رأي ليس فيه إجماع، وعلى الرغم من أن الظروف المناخية أصبحت أكثر تطرفاً، فإنه لا يزال من الصعب للغاية بالنسبة للخبراء أن يتوقعوا بدقة ما يخبئه لنا الشتاء. على كل مزيد من أخبار الطقس حول العالم مع الزميلة لميس إبراهيم. أهلا بكم. في أسوأ حصيلة لحدث مناخي في المنطقة، لقي 22 شخصا مصرعهم نتيجة إعصار ضرب جنوب البرازيل. السلطات المحلية قالت أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 60 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات تربة وفيضانات. نتابع. بعد أن تحولت رحلتهم إلى عذاب، مئة السياح العالقين في جزيرة يونانية ضربها إعصار بسيول قوية يستغيثون. السياح عالقوا في منتجعات جزيرة سيكاثوس اليونانية التي ضربها إعصار فجأة وجرفت الفيضانات السيارات إلى البحر. يبدو أن تداعيات إعصار هايكوي ما زالت مستمرة، فقد لقي اثنان من رجال الأطفاء مصرعهما في جنوب الصين، بينما لا يزال رجل إطفاء ثالث مفقودا. وقد تم إغلاق المدارس وتعليق الرحلات الجوية وإجلاء أكثر من 30 ألف شخص. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصينية إنذارا باللون الأصفر لمواجهة العواصف الممطرة. وفي الختام نذكر بالعناوين. To repress and abuse its own people who are simply seeking to live in freedom. We will continue. واشنطن تفرض عقوبات على شقيق حميتي، والبرهان يصدر مرسوما بحل الدعم السريع. بغياب ترامب وجميع المتهمين، محكمة أتلانتا تبدأ أولى جلسات قضية جورجيا. So it is very much on the table.
بين مؤيد لعمل عسكري ومعارض له، أزمة النيجر تقسم قرار إكواس. الأمم المتحدة تحذر، عصر الاحتباس الحراري ولا وعصر الانهيار المناخي بدأ. ختام الساعة الثالثة من العالم الليلة، شكرا لكم على كرم المتابعة، ودائما للمزيد العربية دوت نت في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.